العناصر الأمنية فاتت لجوا العناصر الأمنية وتراجعت إلى الوراء بعد الهجوم المضاد. جاء 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 عم نشوف تدخل. إلى حد ألزمت عناصر القوى الأمنية باستخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين ووقفهم أو منعهم عن الاعتداء والهجوم على عناصر القوى الأمنية. كما نشاهد إذن هذه الصور مباشرة من ساحة رياض الصلح، المحتجون يهرعون هربا من الغاز المسيل للدموع الذي استخدمته القوى الأمنية لإبعاد المتظاهرين وتوقيفهم من التهجم عليها بعد عمليات كر وفر. تطورت إذن المواجهات بين المتظاهرين والقوى الأمنية كما نشاهد، حتى وصلت إلى استخدام الغاز المسيل للدموع